الشبيبة اشتراكي الأحزاب رحيم. السنة الماضية منتخب على الأحزاب وكان في حاجة جميلة مستويات. هذه السنة كانت مبادرة للقاء بين الشبيبات الحزبية في مدينة جدة. أعتقد بأنني سأكون جد مختصر لأن بصراحة عزل السياسة هذه هذا الموضوع بحد ذاته أنا في ذلك القرار وخا أنني دابا 15 سنة السياسة كان القرار كيكمل غير العزل. هذا الموضوع كثرت ما تكرر وكثرت ما كنقراو هذيك 10 سنين هو كيتعاون بقى كيدير العزل أوتوماتيك هو كتقرا. الميزانية ديال الدولة بعد ما أن ستة الانتخابات ديال 2007 عطات تمويلات صحيحة لمنظمات دولية ومنظمات وطنية غير باش يتعاطى ويعطيونا معطيات على هذه الأزمة وكيفاش الدولة تعاطى معها. وهذا الإشكال اللي هو سياسي وسوسيولوجي على المستوى الدولي. حتى أمريكا عندهم عزم ديال الشباب في السياسة وفي الانتخابات ماشي غير المغرب، ولكن المغرب لا يتعاطى مع هذا الموضوع حيت أن مازال إشكال. ما غاديش نكونوا كثير، حنا ملي فتحنا هذا المجال فتحنا المسألة كان لنا رأي سياسي لاعتصام مسألة إضافة جديدة للرأي اللي عندها الكوارث غير لنا زاد الرأي الشبابي. ديروا الفوطة ديال الشباب في البرلمان حيت عندنا الفوطة ديال البرلمانيين الشباب اللي طلعوا وكثر كنصبروا انهم كيمثلوا الشباب لا علاقة بداك الشيء اللي كيمثلوا وسط البرلمان الشباب. يعني انهم استفدوا من هذا الحراك ديال الشباب واستفدوا من هذا النقاش اللي حنا دابا في الصدر ديالو باش انا نزيد واحد الاشكال اخر على المستوى الوطني وهذا الرأي ديال الشباب واللي كثر في الصدر حتى انني كنشوف بان الشباب راه ما عمره كان مرتبط بلاج وحتى مازلنا على حساب الموظف الأمم المتحدة ولا حتى الشباب كيختلف اللاج هما كيحددوا 25 سنة حنا في المغرب مازال شي حساب كيتعطاو حتى 40 سنة. نديرو مراجعة مع أنفسنا مع الحساب ديالنا نعرفو غير الشباب شكون هو عندنا الشباب ما لا سنة كاين عندنا شي حساب حتى 40 سنة. وحتى أن الشباب مسألة ما مرتبطاش بالشاب بالعمر وإنما أنا كنشوف في نظري الإشكالية اللي مرتبطة يعني مابقاش نقول دائما داك الإشكال ديال الشباب ومنين غنقدرو على المسألة ديال العزل باش تكون واضحين. كاين مسألة كنا نناقشوها ملي كنهضرو على السياسة وكنهضرو على الشباب. النظام الحالي النظام الجزائري ما كيسمحش للشباب باش تهضر على السياسة إلا كانت الأحزاب في حد ذاتها أنها مجرد أنا غادي تخندق داخل المنظومة ديال المسن باش أنها غير كتنفذ البرامج والسياسات المسطرة من طرف الجمهورية لا راه حتى ذاك الشاب أوتوماتيكمون فين غادي يجي هو. إلا كانت الحزب اللي كان الحزب ما كيحماش أنا وسط السلطة هذاك الشيء اللي غادي يجيو يخافوا عندي انايا ولا غادي يخاف فيسبوك ولا فيسبوك انا دابا الحمد لله الشباب عندهم باش نقولوا ما عندهمش الوعي السياسي الوعي السياسي ولكن ماشي اي شاب ما خرج في حزب راه ما عندوش الوعي السياسي وعي سياسي. هذا هو خاطر في الامر راهم عندهم عزو في السياسه اما علاش الشباب عندهم عزو مؤخرا كانت حركه تشرين فافوري بغض النظر كنا معها ولا كنا ضدها كيبين واحد النص سياسي معين الى حد ما وكان فيهم التاثير عند الامام الخطيب السياسي واش ما عندوش نص سياسي. ماشي بالضروره كاع الشبيبات اللي عندنا مثلا الشبيبات الحزبيه راه حنا اللي كنتفقوا في السياسات اللي كنديروا كان كل مكان سياسي وداك الشيء. انا كنقول بان اذا كنا فعلا بغينا نهضروا على شي مساله ديال العزل ديال الشباب المشاركه السياسيه فالمساله خصنا نخليوها في مفهوم واضح. اذا كان مثلا المخزن كان جاي ثلاثه من الدول لانه بدايه الاستقلال المخزن كيتعاطى مع الدوله كيتعاطى لك عنصر خارجي انه كيحاول انه يركب على ديك التناقضات اللي داخليا ما كنتش تكون شارك باش يركب ويمرض الاستمرار ديال الوجود ديالو ولا انه يجعل ديك التعدديه الحزبيه واحد المشهد ديال الاحتواء ديال الاحزاب بعضها بمفهوم مخزني بعضها بحال هذاك بحال شي بين قوسين بها هذاك اخر المطاف واش حنا ماشي يدو مع ان التوالى تعرف هذا اللي شهد مؤخرا الربع الديمقراطي المغرب حتى الان ما قدرش يستثمرها في الصالح ما نقولوش الشباب في صالح المجتمع ككل حيت الان مازال تعترف بالظلم ما كاينش واحد كاين حيت الان الشباب ديال طرح الدم كاين حكومه وكاين حكومه ديال الدم ما عرفتش حتى شنو غادي يقدر يستر يستر ولا واش غادي يستر. انا باش كنقول هاد الهضره حنا كنحس بالمجدد في الحكومه ولكن راه عمرنا كنا كشباب الشراكيه اللي ديال تقدموا الشراكيه ما عمرنا كنا كنقولوا ديما راه الحزب راه في الحكومه راه مزيان راه 100% صافي حنا في الحكومه حنا كنهضروا في الحكومه وراه العام مزيان. الوضعيه اللي عندنا الوضعيه راه هنا هذه هي اللي كاينه كاين ما تزال الدستور صوتنا عليه مجموعه ديال الاختصاصات الا كنا كنراهن باننا باغي نوصلوا لواحد الحزب اللي شد اغلبيه يمكن نعطيو الصلاحيات باش يقدر يخدم باش داك الشاب اللي بغى يولي يجي يقرا في الحزب غادي يعرف نفسه يقدر يقدر يدير برامج ما ينفذش نمشيو لا تنفيذ من الاستقلال حتى الان حنا مجرد كاع حزب اللي كدير تنفيذ ديال البرامج المسطره.
بغينا حزب الى شد الاغلبيه يكون هو اللي كيدير الاجراءات ماشي مبادرات. فاش الشباب اللي غادي يمشي يصرح بمركز معين السياسه يقدر انه يخدم الشباب ويجي برامج ديالو. اما اللي كانت تولى عليه من اجهزه ديال المخزن ولا كل ما كيبدو لي فعمرني غادي يخدم الشباب. اما الجيش فصل 53 يوم لعب التدخل في مجلس الاعلى الامن فصل 54 المجلس الاعلى للسلطه القضائيه فصل 56 و115 غير تسمح له بالتدخل لدى المحكمه الدستوريه لا سلطه على السفراء فصل 55 في الاقتصاد والماء لا سلطه على ولي بنك المغرب على مقاولات المؤسسات العموميه الاستراتيجيه فصل 49 الفصل 75 ميزانيه البلد لا يمكن ولا خش تم ترخيص الحكومه. ارغم انها تقول هذا الشباب روحه غادي نساهم ونشاركوا في الممارسه السياسيه ونشاركوا غنكون معهم واضحين. غادي تجي ان مثلا كشباب اشتراكيه شنو غيديروا؟ المستوى الديمقراطي الداخلي الواحد باغي تدرج فرع كاش فرع محلي كاش فرع اليمين المستوى الجهوي المكتب الوطني ديال الشبيبه كاتب الوطني ديال الشبيبه مزيان. ولكن واش انت فعلا قادر انك باش انك تحقق ذاك الطموح ديال ديك الفئه العمريه وكنقول للشباب لان ديك الفئه العمريه اللي محتاجها واحد الان اللي هي ما بقاش كتلقى الشمس على السيد ولات عزفه على الرياضه ولات عزفه على التعليم ولات عزفه بعد اشتغل غير مع الشغل مع مع اشكاليات اللي نورمالمون خصها تكون متوفره عندها مع حقوق ديالها مع الصحه مع التعليم وتاع تكون واحد الشاب في السياسه. فعلا حنا مثلا عندنا نموذج شباب الشركه ممكن تاسس ديالو في 1956 تنوع عليها سته ديال سته ديال الاشخاص كانوا بيناتهم ثلاثه ديال الناس اللي كانوا من مدينه وجده كان سعيد فكان كاين درس رضواني وكاين سلمى طافي. هادو ناس حتى ملي كنهضروا على الشباب ملي كنهضروا على الشباب كنهضروا على مستوى المركز ولا التمركز الشبيبات ديال المستوى الجهوي ديال وجده ما غاديش نعمم بها ربما شي شبيبه ماشي كيف الحال ولا ولكن كنقول لكم هذه النقطه اللي تكلمت فيها انه مازال عند المستوى المركزي كيعانيو من الاقصاء والتهميش. مش جميع المبادرات لازم نديرهم الدوله ولا نديرهم الاحزاب ويكفيكم خير دليل على ذلك اللائحه الوطنيه للشباب مع انها غير سياسي. انا وقت كنتمي لحزب اكس كانت على راس اللائحه وكنت فرحت له نقول بصراحة كان سي طالع على راس اللائحة ديال حزبنا دور الفضيلة وكنت من الناس اللي فرحوا وكنت نشجعوا وكنت فعلا غادي نسود المستوى المحلي عند بي بي اس وبالنسبة للائحة الوطنية للشباب لأن محمد طاقيلي أنا كان في مدينة وجدة على راس اللائحة الوطنية للشباب وكان ندير فخار مدينة وجدة لأننا بفضل الممارسة السياسية اللي درناها عرفنا بأن أبناء ديال هذه المنطقة فريمون كيعانيو في الشيء ديال الإقصاء والتهميش. هذا غير كنهضر على ان الممارسه السياسيه غنشوف باش نكبروا فيها الممارسه السياسيه في المغرب مازال ما عندهاش واحد المستوى ديال النضج لان حتى الان مازال كنديروا التبعيه للمغزي. ما غادي نتموقفوا ونطالبوا المسائل كوم فور ونحطوا القواعد ونبقاو كمنافس ثم نقدروا على الشباب ونقدروا نديروا الاستراتيجيه ونديروا. اما لو كنا مجرد اننا غادي نديروا تنفيذ ديال برامج المسطره مسبقا راه البلاد هذه راه ماشي عشوائيه حتى الان ما عندناش استراتيجيه. قالوا المالية ديريهم مسألة ديال عام كامل هي أنه بريكولاج حتى شي حاجة في البلاد ما عندهاش توجه. داروا في التعليم داروا إصلاح هذو في الآن عند المجالات كيهموا الشباب في التعليم بعد ما داروا الميثاق وداك الشيء 13 سنة ولا تضرب في الزيرو حتى ما بيناش نموذج جديد ديال الإصلاح ديال المنظومة ديال التصرفية. نفس الشيء بالنسبة للإصلاح مازال كيتراكم ما بينش استراتيجية صحيحة نيشان مش مو هذه القطاع اللي كتهم هذه الفئة ديال العمري. يعني باش غادي يكون واضح مع الشباب ما غاديش نبقاو نقول لكم الا جينا على المستوى النظري غادي نطرحوا كاع الاشكاليات ديال مفهوم السياسه علاقه العلاقه ما بين السياسه والاخلاق لماذا الشباب يعزف في العمل السياسي كيف يمكن تحقق المشاركه السياسيه للمواطن ما هي اهميه المشاركه السياسيه للشباب كتبوا فيها مجموعه ديال المفكرين والعيب انك تخلي الشباب انك تعرف الشباب ما عمره كان ذاك الشخص الذي يتلقى لان حتى في التكوين ديالنا تربينا في الدوله ديال لابرونتيساج دابا غير كنريحوا كناخذوا ما كنبحثوش وما كنحلوش وما كنديروش لاناليز وهذا الشيء خصنا هرمون نديرو معاه قطيره. انا ما بغيتش باش نقول للشباب روحوا عندنا ولكن انا ما كرهتش الشباب يكون محبوش السياسي ودافع الحقوق ديالهم يكون في الشباب اكس ولا في اس اكريم ولا في اس سيف ولكن يكون عنده واحد الوعي محبوش السياسي لانه فرق ماشي الا خدمنا الشباب غادي يكون هذا الامه كامله. وشكرا سيدي.